ألف مبروك للنادي الأهلي التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثالثة على التوالي، وإن شاء الله يحقق اللقب كأول نادي في أفريقيا وفي مصر إن هو يحقق اللقب ثلاث نسخ ورا بعض. بجانب المباركة دي، أهم مكسب للنادي الأهلي في مباراتي الدور قبل النهائي في وجهة نظري هو بيرسي تاو قدم لنا نسختين مباراتين ممتازين جدا جدا في الدور قبل النهائي، اترجم من خلالهم ليه هدفين واربع اسيستات. الست اهداف اللي النادي الاهلي احرزهم في مرمى فاق سطيف في الماتشين، بيرسي تاو له بصمه فيهم، وده مؤشر جيد جدا للنادي الاهلي قبل المواجهه الحاسمه قدام الوداد في النهائي. طيب، قبل المباراه في اللايف مع دينا زاهر قلت ان اهم تارجت عند النادي الاهلي في ماتش النهارده وهو بيلعب باطمئنان ان هو ينزل يلعب جيم مفتوح ويعمل المباراه كانها بروفا لمباراه الفاينل في الوداد، من حيث ان هو بيلعب مباراه خارج الارض وقدام جمهور معظمه مش من جماهير. وبالفعل في بدايه المباراه شفنا بيتسو موسيماني بيلعب بطريقه مفتوحه كان النادي الاهلي بيلعب في ملعب والسلام في مصر، و شفنا الأربعة 2 3 1 بتتلعب بالظبط زي ما الأهلي بيلعب في مصر، هاي لاين ديفنس، النادي الأهلي دفاع متقدم للغاية، الرباعي الأمامي طاهر محمد طاهر أحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو بيضغطوا على لعيبة وفاق سطيف من تلت الأولاني في ملعبهم، وبالتالي بيقدروا يجبروهم ان هم يعملوا ميس باس كتير قوي 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 ما بيستغلهمش عشان حتى يوصلوا نص ملعب النادي الاهلي. وبالفعل الكلام ده اترجم على هدف مبكر اكثر من رائع بعد 1-2 جميل جدا ما بين احمد عبد القادر ونجم مباراتي الدور قبل النهائي في وجهه نظري بيرسي تاو، وقدر احمد عبد القادر ان هو يعمل 1-2 مع بيرسي تاو ويهوب ينفرد بالمرمى ويضع هدف. في وجهة نظر كل الجماهير الجزائرية كانت موجودة في الملعب توقعت، والجهاز الفني للنادي وفاق سطيف توقعوا ان هم هيتلقوا نتيجة مشابهة لنتيجة الماتش الاول. بداية المباراة النادي الاهلي كانت ممتازة، كانت مميزة جدا، خطوط متقاربة عمال تضغط، حمدي فتحي واليو ديانج اي لاعب من وفاق سطيف بيمرر الكرة في نص الملعب عشان يديها لعبد المؤمن جابو نجم الفريق الجزائري الاول صار على لعبه الاول وهو احمد القندوسي، كان على طول في ضغط عليهم وبيتم استخلاص الكره منهم في نص ملعب لمنعهم تماما من الوصول لمنطقه الجزاء اللي تقريبا شفناش فيها خطوره من وفاق سطيف غير في نهايه الشوط لما جابوا هدف التعادل وهنتكلم عليه. لكن بدايه المباراه ممتازه جدا للاهلي، خطوط متقاربه، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات كانوا بيلعبوا دايما انسايد ما بيروحوش للطرف كتير، وبالتالي كانوا مقربين من بيرسي تاو اللي دايما بيعمل دور الفولس ناين اكتر ما بيعمل دور الاسترايكر الصريح، لان بيتسو موسيماني قلت لكم دايما هو بيحب الفولس ناين، هو بيحبش المهاجم رقم 9 الكلاسيكي. وربما محمد شريف لما كان بيجيب اهداف كتيره كان هو مؤمن باسلوب لعبه، لكن محمد شريف لما حصل مشكلة في التهديف وبعدنا عن التهديف منذ انضمامه لمنتخب مصر ومشاكله بقى مع كيروش لو تفتكروها من ساعة كأس العرب في شهر 11، محمد شريف بعد وبدأ الاعتماد على بيرسي تاو. بيرسي تاو طبعا قدم مباراة سيئة ربما في موضوع الفينش من بعد الإصابة، لكن بقاله ماتشين بيشتغل بشكل كويس ونتج عنده هدفين واربع اسيستات زي ما قلت. فبيرسي تاو بيعمل الدور ده بشكل كويس جدا، بيعرف يهرب من الرقابة ويعمل دور البلاي ميكر ويحسسك ان هو لو عايز تحطه كبلاي ميكر انا اعملك الدور ده، عايز تحطيه كجناح اعملك الدور ده، عايز تحطيه مهاجم اعملك الدور ده. بيرسي تاو فعلا متألق جدا مع النادي الاهلي في الفترة الاخيرة وده واضح من ارقامه. كمان احمد عبد القادر بيواصل ان هو قدرته على صناعة اللعب والدريبلينج، احمد عبد القادر بقى عنده يا جماعة ميزة حلوة قوي لما بيستلم الكورة في نص ملعب المنافس ويلف المدافع وبيركض بالكرة ناحية المرمى، الكنترول بتاعه على الكرة في الدريبلينج ممتاز قوي 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 وبيخلق مساحات، لان اللعيب بلاي ميكر لما بيجري بالكرة بوشه بيخلي دايما المدافعين عندهم ازمة في المواجهة، هما مش عارفين هو هيرقص، هو شايف الرؤية بتاعته افضل منهم، اللي هو ممكن يمرر الكرة على الشمال، ممكن يمرر الكرة على اليمين، ممكن يمرر الكرة في العمق. فبالتالي احمد عبد القادر لما بنشوف بيلف بالكوره وياخد الكوره ويجري اتجاه مرمى المنافس دايما بيديك انت الاحساس كمشاهد قدام التلفزيون ان في هجمه خطره هتحصل للنادي الاهلي. النادي الاهلي فضل يلعب تقريبا 35 دقيقه و40 دقيقه مش الاول بالسيستم ده
وكنا متوقعين ان يعني تزيد غله الاهداف، لكن حسين الشحات مضيع هنا انفراد، بيرسي تاو حاول يلف المدافع هنا ويشوط من القدم العكسيه بس ما جاتش. كان في فرص للنادي الاهلي كتيره على مرمى وفاق سطيف، وشفنا دايما دايما حارس مرمى الوفاق هو اللي في الكادر اكتر من محمد الشناوي. طيب فضلت المباراه ماشيه بالشكل ده لغايه اخر خمس دقائق في الشوط الاول، لما نجح وفاق سطيف في استغلال هفوه دفاعيه من جبهه علي معلول، وقدر لاعب وفاق سطيف يخش بين عياد، يخش لمنطقه الجزاء ويلف بياسر ابراهيم ويشوط في الزاويه العكسيه لمحمد الشناوي ويجيب هدف التعادل اللي بالظبط قبل ما الحكم يعني صادق السلمي الحكم التونسي اللي قبل المباراه طبعا النهارده امانه بشكل جيد جدا 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 جاب هدف التعادل عشان وفاق سطيف يخش لاوضه اللبس وهو متعادل. توقع ان يكون في رد فعل للنادي الاهلي في الشوط الثاني، نلعب بنفس السيستم اللي لعبنا بالشوط الاول ونهاجم ونفتح المباراه. ربما بقول ربما يكون عند بيتس موسيماني بعض المبررات وبعض الاسباب الخاصه بالاحمال البدنيه، وان كان يعني النادي الاهلي مريح بقاله اسبوع كامل، ولكن شفنا النادي الاهلي في الشوط الثاني بيلجا لما يشبه الزون ديفنس وبيرجع ل نص ملعبه وما بيضغطش على افاق سطيف في نص ملعبه وسايبهم خالص يوصلوا لغايه منطقه جزائه بالكره زي ما هم عايزين. الشوط الثاني معظمهم ما شفناش فيه اي هجمات خطره للنادي الاهلي بخلاف اخر خمس دقائق برده زي ما عمل افاق في الشوط الاول لما نزل محمد شريف وادرك الهدف الثاني برده من اسيست لبيرستاو. الشوط الثاني كان معظمه لفرقه الافاق اللي بدات تتقدم وبداوا يتجرأوا بيدافع ان هم جابوا هدف التعادل، وبدأنا نشوف لعيبه فاق سطيف معظمهم في نص ملعب النادي الاهلي وطيران شديد جدا 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 الاثنين فول باكس، والنادي الاهلي الضغط حتى كان بعيد. بيرسي تاو لما بيضغط في الشوط الثاني مفيش حد بيجي من وراه، في فجوه كبيره، وبالتالي لعيبه فاق سطيف وهم بيخرجوا بالكوره الموضوع سهل، في مساحات كتير. وعشان كده الشوط الثاني بدا النادي الاهلي نشوف بقى محمد الشناوي هو اللي في الكادر كتير، بدات حتى تحت الضغط كتير، وقدر تاني وفاق سطيف ان هو من تسديده بصراحه يعني انا في وجهه نظري محمد الشناوي يتحمل مسؤوليه الهدف الثاني، كان يقدر ان هو الكره بعيده عمل الباند اوف الارض اوكي، لكن انا حسيت ان هو خد زاويه وبعد كده ابتد يعني هو الكره اتشاطت معرفش، حسيت محمد الشناوي متوقع ان هي تروح على يمينه فجاه لقى كره على شماله، فالكرة فعلا لما جت في الجون حسيت ان هي بعيده، ان هو كان واخد خد اكشن في الموفمنت بتاعته او في الحركه غلط، وبالتالي قدر فاق سطيف يجيب الهدف الثاني من مهاره فرديه. ما اقدرش اقول في اي لعبه جماعيه، مفيش تكتيك، مفيش اي شيء، مهاره فرديه بحته، تسديده بعيده خبطت في الارض ودخلت المرمى بقوه، وقدر فاق سطيف ان هو يتقدم في النتيجه 2-1 على عكس خالص السيناريو اللي كنا شايفينه في الشوط الاول، وتوقعنا ان النادي الاهلي يكرر النتيجة الكبيرة اللي حققها في ماتش الذهاب. بمفعول التبديلات والتغييرات اللي حصلت للنادي الاهلي في نهاية الشوط الثاني، قدر بيرسي تاو ان هو يعمل اسيست حلو لمحمد شريف البديل، واللي محمد شريف حط الكرة تشيب بشكل مميز جدا عشان يجيب الهدف الثاني وكمان يحافظ على سلسلة مباريات النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني في النوك اوت انه ما يتغلبش فيها ولا مباراه، مفيش ولا مباراه للنادي الاهلي مع بيتسو موسيماني في النوك اوت في ادوار النوك اوت في افريقيا اتغلب فيها، ده امر مميز جدا. طيب الهدف اتحقق والحمد لله النادي الاهلي وصل للدور النهائي دي النسخه الثالثه على التوالي. اتمنى يكون في دراسه طبعا للمشاكل اللي بتحصل بعد التقدم في النتيجه، نحب دايما النادي الاهلي هو يبقى ضاغط على طول الوقت، ما يرتكنش او ما اللعيبه ما ترتاحش ان هي متقدمه في النتيجه. الهبوط المفاجئ في الاداء ده ساعات بيدي المنافس ايا كان اسمه جراه، والجراه تجيب اداء كويس. خلي بالكم يعني لو فريق اقل منك في 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 المستوى وفي الفروقات الفرديه ما بين اللعيبه، الجراه تديهم تخليهم يظهروا قدام المشاهد في التلفزيون هم احسن. فنتمنى طبعا اكيد الامور دي بقى الجهاز الفني واخد باله منها، ان احنا خلاص كده قدامنا ان شاء الله على اللقب التالت على التوالي مجرد 90 دقيقه في ملعب مركب الخامس، خلاص بعد تحديده كملعب لمباراه نهائيه، ويا ريت خلاص ما دام الموضوع انتهى واتقفل نركز في مباراه يوم
30 مايو باذن الله عشان يقدر النادي الاهلي يحقق اللقب الثالث على التوالي. اكيد هيبقى انجاز كبير لاول نادي مصري واول نادي افريقي في التاريخ يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا لثلاث نسخ على التوالي. تاني الف مليون مبروك للنادي الاهلي التاهل. وده كان تحليل سريع لمباراه العوده ما بين وفاق الصيف والنادي الاهلي اللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. شكرا جزيلا لكم، كنت معاكم كريم سعيد.